آل ياسين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله إن المرأة تقلب في نعم الله ظهرا وبطنا ورأى من نعم الله ما لا يمكن أن يتخيله أحد. أكرمنا الله دخلنا على الأمراء وعلى الملوك وسكننا القصور وجلسنا على موائد فاخرة وحظينا بالإعلام وظهرنا في الشاشات. كل هذا والله لا يزن مثقال ذرة أمام الفرح إن كنا صادقين بالوقوف بين يدي رب العالمين جل وعلا.